السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. طبعا وصلتني كل الكومنتس اللطيفة جدا بناء على حلقة امبارح، بشكر حضراتكم جدا، هي فعلا كانت مطلوبة جدا واحنا كنا عايزين ننزلها، والحمد لله ان هي نالت اعجاب حضراتكم، جات لي عليها تعقيبات لطيفة جدا، بشكر حضراتكم حقيقة جدا 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 على كلماتكم الراقية جدا. واسمحوا لي النهارده طبعا اقول لكل مشاهدينا الكرام ان صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمه بالعربي، من خلال البروجرام احنا بنعرض عليها كل حاجه بنعملها على مدار الاسبوع، كل وصفه بننزلها لوحدها علشان اللي عايز وصفه معينه ما يبقاش مضطر يشوف لينك الحلقه كامل، لكن كمان بننزل لينك الحلقه كامل، وده بناء على طلب حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. أما التطبيقات والوصفات الكتابية مكتوبة بالطريقة كتابة وليس فيديوهات، حضراتكم هتلاقوها على صفحتي الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي، رجاء ابعتولي عليها علشان أنا بجمع التطبيقات من خلالها وبنعرضها من خلال البرنامج. كمان الوصفات كتابية لو احتجتوا أي حاجة بشيرها من صفحتي، حضراتكم تقدروا تدخلوا من خلال الصفحة وتشوفوا أي حاجة ناقصاكم، أنا ما بستناش على طول، أي حاجة بتطلبوها بروح فورا منزلة الوصفة عشان مش بس الشخص اللي طلب أو الشخصين اللي طلبوا، يبقى كل أصدقائنا لو لقوها يستفيدوا منها. طيب أنا دلوقتي طبعا بذكر كل أصدقائنا بجروهي ومنتجات جروهي وأجهزة جروهي، والعناوين هتنزل قدام حضراتكم على الشاشة، وأرجو أنكم تنولوا الخصم الموجود من خلال مطبخ عظيم على قناة المحور من خلال جروهي. هم حاليا بياخدوا أوردرز عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، وبيبدأوا يهندلوا يعني الستوك اللي عندهم بسم الله ما شاء الله، وهما برضو كانوا حاجة مشرفة، كل اللي أخذ الحقيقة شكرني وأنا بشكر حضراتكم جدا، وتأكدوا والله تفضل دايما بينا الثقة دايما على طول، وبيجهزوا لحاجات جديدة، وفي إن شاء الله هيبقى في أجهزة جديدة هتنزل مختلفة عن اللي كانت موجودة، إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. وبياخدوا الأوردرز، أي أوردر هيتاخد هيبقى فيه ليه خصم خاص إن شاء الله فيما بعد. طيب احنا هنعمل ايه النهارده؟ احنا هنعمل سمك، وهنعمل السمك خفيف، يعني ممكن نعمله ينفع سنجاري مفتوح وينفع نعمله صينيه في الفرن، البوري مفيش مشكله خالص، ويبقى اي نوع سمك، ممكن يبقى البلطي، ممكن يبقى اي نوع، ممكن يبقى الفيليه، مفيش مشكله، يعني في النهايه النوع ده يرجع لحضراتكم اللي متوفر وموجود. هنعمل النهارده الميني كايزر بطريقه صحيه، كايزر الصغير ده بطريقه صحيه لطيفه، وهنعمل شويه سلطه خضراء، اذا في وقت هنعمل شويه رز لجنب السمك، اللي مش عايز ممكن يبقى نكتفي بالعيش، يتاكل بالعيش كده السن او العيش المفيد يعني. فخلينا ايه نقول هنعمل ايه. اول حاجه هنقول السمك بالاعشاب او السمك بالخضروات والاعشاب. عندي سمك بوري، طبعا مش شرط نوع السمك ده، لكن حضراتكم تقدروا تجيبوا اي نوع تاني متوفر. بصل اخضر لو موجود، عندي توم وفلفل الوان، بقدونس، كزبره خضراء، عصير ليمون، جنزبيل، لو مفيش فريش يبقى فيه باودر مفيش مشكله، جزر مبشور، شرايح بطاطس، كرفس، زيت، ملح وكمون. الحاجات التقليدية اللي عارفينها بتبقى مع الأسماك، وهي أساسها بيكون الثوم والكمون والليمون. هنبدأ بقى إيه نلبس الجوانتيات. أنا هعمل السنجاري، هحطه هشوح له الخضار بتاعه بطريقة لطيفة وهضيفه عليه، بس قبلها بسبق بخطوة، هي خطوة الثوم مع العصير الليمون مع الملح مع الكمون. الاول على اللحم نفسه بتاع السمك، طبعا انتوا عارفين البوري السنجاري بيبقى مفتوح، مش من البطن زي ده، من الظهر، من هنا بيبقى ظهر السمكه من هنا، عكس اللي احنا فاتحينه ده، يبقى كده يعني السمكه اهي مفتوح من ظهرها. انتوا فين؟ اوكي اهو كده هي مقفوله كده، فالسنجاري بيتفتح من الظهر خلاص. اما العادي بتاعنا هنفتحه عادي من البطن، يتنضف كويس قوي وتمام، ونقطع بس نهندم او نهندل الديل بتاعها كده بشكل لطيف، نعملها شويه يعني ايه تظبيطات كده كانها عند الكوافير. حط هنا بقى الجريل، هبدا اشوح فيه الخضار شويه شويه، شويه زيت زيتون او زيت نباتي مش مشكله خالص. بسم الله. اسماك طبعا المشويه عايزين نعمل المشوي برده تاني،
عايزين، احنا عملنا قبل كده من فتره طويله قوي، عايزين نعمله تاني عشان هو برده من الاسماك المحببه جدا، وينفع مع البولتي وينفع مع البوري، وفي ناس تحبوا البوري المقفول ما تفتحوش، لكن ممكن نعمله في البيت بشكل لطيف جدا. خليني كده ايه اخد كام واحده، مش كتير يعني، كام واحده كده من البصل، ونبدا عايزه اقول امنيه بنت فراوله حبيبه قلبي، ربنا يخلي لك فريده الجميله، بعتت لي صورتها. للاسف مش معايا الكتاب، كنا يعني عرضناها والله، واوعدكم ان شاء الله نعرضها لها. حبيبه قلبي بيبي ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب، جميله جدا ويكفيها يا رب شر العين والحسد ويبارك لك فيها. ويعني كنت قد ايه سعيده لو تعرفي ان انا عرفت بخبر ولادتك حبيبتي، والله ان انت قمتي بالف سلامه، فربنا يقومك يا رب. كل واحدة منتظرة بيبي تقوم بألف سلامة، كل واحدة لسه ربنا ما رزقهاش ببيبي يا رب يرزقها بإذن الله بكل اللي بتتمناه إن شاء الله، يا رب يجعلني سبب للدعوة ليها. طيب أنا حطيت الجزر مقطعينه كده حاجات خفيفة، ممكن يبقى مبشور مفيش مشكلة خالص، بس أنا هقول لحضراتكم أنا عايزة أعمل اتنين بايركس سنجاري، أنا هاخده مع بعض. خليني الأول أحط هنا كده. كمان عندنا دليدا بيبي جديده جت، اسم باباها ايه ومامته؟ دليدا احمد رؤوف، مبروك يا دليدا على قدومك بالسلامه لباباك ومامتك، وان شاء الله يا رب تتربي في عزهم حبيبه قلبي. وببقى سعيده جدا، الاطفال دول نعمه من عند ربنا، ربنا يا رب ما يحرمش حد من النعمه الجميله دي، ويرزق حبيبتي دعاء تحديدا علشان يرزقك حبيبتي باللي تتمنيه ان شاء الله. طيب حطيت البصل، حطيت الجزر، وهحط شويه ثوم هنا، وهعمل كالاتي. هاخد هنا، انا هحط شويه ثوم هنا، وهحط شويه في البايركس هنا، وهاخد الباقي بقى اقول لحضراتكم هعمل بيه ايه في السمك. انا كده عندي شويه ثوم هنا صح، هاخد كده شويه زيت، وعندي شويه ملح هنا، وعندي الكمون خلاص كده، وعندي كمان عصير الليمون، بسم الله نقطه خلاص، هقلبهم كده مع بعض، وهاخد التتبيله الحلوه دي جوه فين؟ جوه السمكات من هنا الاول خلاص، من هنا قبل ما احط فيها اي حشو تاني كده، حتى عند الراس هنا وعند السنجاري نفس القصه كده. اهم خطوه اولانيه يعني، دي خطوه اولى خلاص، وهبدا اشوح بقى الخضار الجميل ده. هاخد سباتولا، بسم الله الرحمن الرحيم، هقلب كده، ونبدا نحط عندي شويه فلفل الوان كده، وهنا شويه جنزبيل شوية كزبرة نحط رشة الملح وكمون وعندي كمان هنا هحط شوية شرايح جزر لأن أنا هقفل اتنين بايركس منها هخليني أحط هنا كده وهنا جنزبيل شوية خليني بس ايه اعمل الارضية الاول
ورق وشوية، وهنحط شوية من اللي احنا دبلناهم هنا فوق ده وده. احنا عندنا كده مع رشة الملح والكمون، دبلنا هنا السمك بالثوم وشوية ملح وشوية كمون وشوية زيت ونقطة عصير ليمون. حطيت ده الجنزبيل، حطيت البصل، حطيت ثوم، حطيت خضار، في كرفس يبقى أحلى وأحلى. هاخد كده الصاج ده حط هنا، وهنا هجهز كده شرايح بطاطس احط عليها السمك، بس برضو الاول هحط رشة الطماطم، ممكن نرصها واحدة واحدة بالتبادل زي ما انتوا تحبوا. دي صينية كده رشة كده، وعندي هنا ده الفلفل، عندي الملح، وعندي رشة كمون، وهبدأ اخد دول هنا وهحشيهم من الحشو الجميل ده. احط دول كده الاول نعملها كده، وهنا اهو، وهاخد من الحشو ده هبرده واحشي جوه قلب السمكة، وهاخد شوية منه كمان على السنجاري. السمك كده رشة زيت، سلامو حبايبي، ولسه هاخد هنا شيل بقى ده الطبق الزيادة، حط شريحتين من الليمون وخليني اخد دول اشيلهم. طبعا نبدأ بقى نعمل ايه، الصاج، هاخد شوية من الخضار، اسمحوا لي هرفع ده، هحط شوية هنا كده، وهاخد السمك هنا هنا، وهشيل ده وهعمل كده. عندي بقى هنا شوية من الخضار، بس احنا حطينا في الاساس الثوم والكمون والملح، هاخد دول بقى كده بمعلقة، واجيب البايركس ده هنا جنبي برضو عشان نقفله، وهاخد كده هبدا اعمل ايه، احشي بقى بمعلقه صغيره كده جوه السمكه من الحشو الحلو ده اهو كده. اوكي، وهاخد تاني حشو السمكه هنا، يعني اقدر اطلع من نفس الحشو كذا حاجه مفيش مشكله عادي. ندخله من الفرن دلوقتي حالا، حشينا جوه كده هنا شرايح الليمون كده، هنيهم هنا على السمكات كده خلاص، واحط نقطة زيت تانية على السنجاري هنا. وهنا كمان خلاص، وهندخل الفرن، هدخلها الفرن 180، بسم الله، ممكن لحد 200 لو السمك اكبر، لو السمك كبير هندخل 200. بسم الله الرحمن الرحيم،
وهندخل كمان الصينيه دي. بس خليني بقى اعمل حاجه قبل علشان انا ايه، اديني الفايل فين. اوكي تسلموا يا ولاد. حاضر، حط قفل بس السمكه. انا بقى لو عندي صينيه، ده بس اللي انا عايزه اقوله، الصينيه لو في الاول وانا عامله عدد سمكات كتير جنب بعض، ساي 4 5 6 ايا كان العدد، اهم حاجه اكمرها الاول، اقفلها فايل وهدخلها الفرن، هتقعد حوالي ربع ساعه 17 دقيقه او 20 دقيقه ماكسيمم مكموره. هروح رافع بعدها عليها الفايل واسيبها 10 دقايق كمان. نخلي بالكم على حسب حجم السمكه، لو كبير هتقعد اكتر من كده لحد 40 45 دقيقه، صغير زي اللي احنا جايبينه او حجمه متوسط يبقى احنا خلاص هنسويه على درجه الحراره قلنا تلت ساعه مكمور، وبعد كده نشوف بقيه تسويته هتبقى ايه. لان السمك كمان كل ما بيبقى تسويته مظبوطه احلى بكتير من لما ينشف ويتكسر. هغطي بقى الفايركس بتاعي ده اللي عملناه وهنحطه في الفرن 180 ل 200 زي ما حضراتكم تحبوا على حسب درجه حراره الفرن. بسم الله، نحط ده كده ونحط دي هنا وهنقفل. وهستسمح حضراتكم طبعا، هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي وصفاتنا مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا السمك السنجاري وعملنا كمان السمك البوري اللي بشويه شرايح البطاطس والخضار والطماطم تحت، وخدنا نفس تشويحه الخضار حطينا فيها جوه قلب السمك اللي فيها جزر وبصل وكرفس وتوم وكزبره خضراء وجنزبيل، وحطينا عليهم اول حاجه تبلت السمك بتوم وملح وكمون وشويه نقطه من عصير الليمون مع معلقتين زيت نباتي او زيت زيتون. تبلت السمك من جوه كويس جدا وسبته شويه، وبعدين عملت الخضره دي، عملت له ارضيه حطيت عليها السمك السنجاري ورشه زيت زيتون من فوق، دخلته مفتوح على الفرن مفتوح من الظهر. لكن السمك البوري اللي موجود ممكن ينفع اي نوع سمك زي ما اتفقنا، ينفع فيليه وينفع بولتي ينفع دنيس ينفع اي حاجه انتوا عايزينها. وبعدين اخدت السمك المقفول عملته برضو بنفس التتبيله دي اللي هو مفتوح البطن بقى وسمكه متكامله مش مفتوحه زي السنجاري، وبعدين حطيت من جوه الحشو اللي انا دبلته شويه على النار، اديته تشويحه خفيفه كده حطيته جواه. ما بحطش عصير ليمون خالص في الاول الا لما بيطلع، بروح حط عليها عصير الليمون بعد طلوعها السنجاري، بتبقى ممتازه روعه. ان شاء الله نعمل المشوي برضو في البيت. دلوقتي احنا هنعمل العيش الميني كايزر الدايت. الميني كايزر يعني اي حاجه هنعملها فيها دقيق شوفان، فيها دقيق قمح، فيها يعني احنا نحاول نتلاشى الحاجات اللي فيها دقيق الابيض كتير او الدقيق السميد كتير او الدقيق الانواع الدقيق اللي بتبقى ما بتحبوش تستخدموها. خلينا دايما نلجا ل ان احنا نعملها تكون من اولها لاخرها، يبقى نحاول ندعمها بشويه حاجات زي بذر الكتان مثلا. انا هضيف بذر الكتان هنا، هضيف شمر، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي، منكهات جميله وطبيعيه ورائعه. هنعمل عندي كوبايه ونص من الدقيق الاسمر، كوبايه دقيق شوفان، نص كوبايه من الدقيق الابيض، ونقدر نخلي كوبايه ونص لكوبايه ونص عادي جدا، معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من بذر الكتان ومعلقه كبيره شمر واتنين معلقه كبيره زيت زيتون وكوبايه بقى من الميه الدافيه، معلقه كبيره من الخل، معلقه سمسم، بيضه ولبن وقهوه سريعه الذوبان، ده للوش، ممكن مكانها زي ما قلنا العسل الاسود متخفف بالميه 2 لـ1، يعني 1 عسل لـ2 معلقة ميه. عندي بقى حبة البركة وزعتر للتزيين، وممكن يبقوا جوه العجينة لو احنا حابين. عندي جبنة لايت او جبنة قريش او اي نوع من انواع الاجبان الخفيفة مع اي منكه، مش بهارات، نكتبها اعشاب بعد اذنكم. اي اعشاب، اعشاب اللي هي الزعتر، الروزماري، الريحان، اي بابريكا، في ناس بتحب تحط منكهات بتبقى حبها جدا، ميكس مع بعض براحتكم جدا، طبعا دي حاجه ترجع لكم. بالنسبه لي انا هضيف في العجينه شمر وبذر كتان، خلاص
هنخلي السمسم والحبة البركة للوش. معانا داليا، اهلا وسهلا. داليا من سوهاج، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي حبيبتي، اهلا وسهلا. اطلب بسبوسه. البسبوسه؟ عايزاها بحشو معين؟ بالقشطة. بالقشطة، حاضر، من عينيا داليا. تسلمي يا رب وشرفتيني ونورتيني يا داليا حبيبتي. شكرا ليكي حبيبة قلبي. حاضر، احنا كنا عرضنا حلقة البسبوسة الجمعة اللي فاتت. خلينا نقول حاضر، من عينيا الاثنين حبيبتي. أنا عاملها لكم البسبوسة بالقشطة. من عيني، نعملها الأسبوع اللي جاي إن شاء الله البسبوسة بالقشطة. معانا ام اسلام حبيبه قلبي. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي. حبيبتي وحشاني وحشاني قوي 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 كتير جدا. انت اكتر والله يا عظيمه حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، واقول لك ما تلبسيهوش على غالي ابدا يا عظيمه. امين يا رب. امين يا حبيبه قلبي. تسلمي. مش قادره اقول لك بجد هو يعني عامل ايه معانا وعامل ايه في قلوبنا بجد. عارفه، وشوف بشوف على الصفحه والله، وبشوف حتى الان الناس تدخل تكتب، اول ما بلاقي الصوره بقى يعني ايه بتعب، فروح قافله واقول كفايه دعوات الناس. هناك كلموا طارق علام وكتير قوي اتكلموا. طبعا طبعا يعني كلهم زعلانين حقيقي والله، مش بس بالمحور، بره المحور. ربنا يخليك. واقول لمامته يا رب يصبرك يا حبيبتي. امين امين، روح قلبي يخليكوا لينا يا رب، ويجعل مثواه الجنه يا رب. تعيشي يا حبيبتي. وعايزه اشكرك، ميرسي جدا. دعوتك لدعاء نار ابيض. ربنا يخليك. ربنا يجعل يا رب دعائك كده ليها يا رب مستجاب ان شاء الله. امين يا رب يا رب. وعايزه اقول امنيه الف مبروك. طبعا انا ما قدرتش اقول لك فعلا على الخبر ده يوميها. لما كلمتني فراوله بعدها قالت لي والله. اه والله يا فعلا، اول ما والدتي كلمتني على طول، واقول لها الحمد لله على السلامه. حبيب. ومبروك قدوم فريده، اسم جميل، ربنا يحفظها لها يا رب. امين يا روح قلبي. سلامي. واقول لمدام سميره الحمد لله على سلامه نرمين وجول وهولي، والحمد لله على سلامتها، ويا رب كده تجعلها منوره على طول. امين يا روح قلبي يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ذوقك. يعني الاخبار الحلوه كده يعني، ربنا يجعل يا رب اخبارك كلها حلوه يا رب. امين يا روح قلبي. يسلم ذوقك، عقبال ما تفرحي باحفادك بقى ولاد اسلام. ان شاء الله. ان شاء الله يا روح قلبي. ارحبي بولادك كمان. اسلامي يا قلبي. صغيره كده. طب انا بقول لك وقت بيجد صغنونه، بس هنعمل ايه، احنا مضطرين. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يسعدك. تسلم ايدك على الحلقه، جميله جدا. سلام يا روح. طبعا البوري ده عايز يتخلل يا عزيمه، جميل. الله الله الله، ما انا مش عايزه اقول بقى، خلاص خليها سلام. البوري من ايدك الجميل، مفيش داعي اتكلم بقى. خليكي ما تتكلميش، خليني اشتغل بقى. يلا تسلم ايديك وعينيك يا حبيبه قلبي. تسلمي ويسلم ذوقك يا رب. تسلمي يا حبيبتي. ربنا يعزك كده لاولادك. امين. ربنا يخليكي. اقول للقناه الجميله ربنا يخليكم لينا وكل كرو البرنامج، ربنا يا رب يخليكم دايما كده في تقدم على طول. واقول لاسراء ميرسي على ذوقها واخلاقها، واحمد عادل اقول له يا رب كده ما تحزنش على غالي تاني، لان البوست اللي كان منزله انه قلبه اتوجع. ما انا عقبت عليه برضه، قلت له انت كاتب ده ليه؟ يعني هو قال لي انا زعلان على احمد. على احمد وطبعا على الغالي سيف ادري، فكلها ضربات ورا بعضيها. فيا رب ربنا يا رب كده يشيل عنا مقت وغضبه عنا يا رب. امين يا رب العالمين. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب، ما تكلمش منك ولا من سؤالك. في حفظ الله. شكرا. شرفتينا ونورتينا ام اسلامه حبيبه قلبي، في حفظ الله. والحمد لله على سلامه الجمال ليكي يا مدام سميره يا رب يا حبيبه قلبي. انا حطيت ايه عشان حضراتكم تبقوا عارفين؟ انا حطيت الدي الابيض نص كوبايه، حطيت كوبايه ونص من دقيق الاسمر او الشوفان، عايزين تعكسوا براحتكم، كوبايه من الدقيق الشوفان. الميكس ده، وبعدين بذر كتان، شمر، معلقه سكر، الخميره، وهبدا دلوقتي اقلبهم مع بعض جافين، وهضيف الميه الدافيه زي ما انا وريت حضراتكم عملتها ميكس، عشان بس تساعد ان نسبه الدقيق الابيض لما بتبقى قليله بيبقى احنا محتاجين نشبع شويه الدقيق الاسمر والشوفان عشان يديني، يبقى خفيف وما يبقاش بيعض وانا باكل. بسم الله.
لسه. احنا نخف الشوايه بس شويه بعد اذنك. هزود نقطه كمان تلم بس العجينه. اطمن على العجين وانزل اللي هنا معانا. اديني الاسباتشولاتي حماده بعد اذنك. معانا حبيبتي مدام سميره. الو يا حبيبتي. اهلا 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 وسهلا. وحشتينا يا حبيبتي. ازيك انت عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه حبيبتي طول ما انتوا بخير يا حبيبتي. على سؤالك وعلى كلامك الحلو يا حبيبتي. ربنا يخليكوا لينا والله مدام سميره. يا حبيبتي وتسلمي. الحمد لله على سلامه الغاليين والله. نعم يا حبيبتي. الحمد لله على سلامة الغاليين. سلمك. وهم بصي واقفين هيتجننوا عايزين يكلموك. ادي هم. في واحدة اهي هولي. الو الو هولي. الو عاملة ايه؟ كويسة يا رب دايما. ميرسي. نورتي مصر. ميرسي. دنيا يا روح قلبي. تكلمني. قولي لها ميرسي على الحاجات الحلوه. يا روح قلبي الحلوه اللي انت بتعمليها. ثانك يو يا روحي. انت انا ميرسي ان انت جيتي نورتي هنا عند انا. ميرسي ان انت منورانا. ميرسي. ميرسي يا روح قلبي. عايزه ايه؟ عايزه الدونتس. اوكي بس كده عيوني الاثنين. الاسبوع الجاي نعمل لك الدونتس مخصوص عشان خاطر هولي. ميرسي. اوكي يا روح قلبي. كلمني. كلمي بقى نيكول. نيكول اوكي. كلمي نيكول. الو الو. هاي هاي نيكول. ايه انا كويسه حياتي. انت عامله ايه؟ كويس. بتتبسطي لما بتيجي هنا مصر؟ اه اوكي دايما يا رب موجوده كده ومنوره بيت انا يا رب. ميرسي. ميرسي يا رب. مش عايزه حاجه نيكول؟ طيب اعملها لك. اه قولي. كب كيك و والشوكولات كيك. والشوكولات كيك اوكي بس كده من عيوني الاثنين. تسلمي روح قلبي. ايوه حبيبتي. ما شاء الله عليهم ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب. ايه نيكول يا رب بتتكلم يا حياتي ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. والله انا سعيده بيهم جدا والله مدام سميره. هم مستنيين. عايزه اقول لك ان هم هيتجننوا عايزين يعملوا مكالمه معايا. يا روح قلبي ده شيء يسعدني يا رب ان انا سمعت صوتهم واسمع صوتهم تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله. دايما منوره بيتك يا رب مدام سميره ودايما متجمعين يا عندك يا حبيبه قلبي. حبيبتي تسلميلي. مش عايزه اي حاجه؟ طيب عايزه التتبيله اللي انت عملتيها دلوقتي حالا. عيوني انزلها لحضرتك واقولها لك. ما خدتش بالي منها. من عيوني الاثنين. تسلم ايدك. تسلم يا روحي. وتسلم عينك. وسلامي لام اسلام وكلامها الحلو. تسلم يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكوا ليا يا رب. العجينه فين؟ تسلميلي نورتيني وشرفتيني يا حبيبي. حفظ الله. مع الف سلامه. ننزل بعد اذنكم التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها. بصوا بقى العجينه هنا خمرت عشان ابدا اعمل منها. هي طبعا خدتها بس قلبتها بشويه دقيق شوفان وقلبت العجينه كويس وعملتها كوره اهو اهو حبايبي. وبدات بقى هشتغل فيها. هنعملها الميني كايزر الصغير. وادي السنجاري. خلينا بس ايه نشوف المسكات بتاعتي. تقريبا احمد بياخد المسكات ويجري بيها يلعب بيها بره تقريبا. صح يا احمد؟ قول الحقيقه. لعبتوا بواحدة بس؟ طب زي بعض. بيقول لي واحدة بس. كده بصوا حالا الريحة. مش قادرة أقول لكم. خليني بقى أطلع دي فوق بعد إذنكم. ننزل بالتتبيلة. وأنا هنقل دي هحطها فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده تتبيلة السمك اللي إحنا عملناه. تعال حمادة اكشف الفايل عندنا. هي مدام سميرة يا ريت حضرتك تصوريها واحنا ايه
عايزين بقى الصاج اللي هنقدم عليه ده. معلش قربوا لي يا احمد بعد اذنك. انا خدت الخضار سوتيه على النار مدام سميره، بس اول خطوه عملتها ان انا تبلت السمك بالثوم المفروم ورشه ملح وكمون ونقطه زيت ونقطه من عصير الليمون. ماشي الكلام؟ وبدات اعمل ايه؟ بدات بقى حطيته عليه كله الاول، وبعدين خدت التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها دي ورحت حطها عليه بعد ما شوحت الخضار، وبرده حطيته طعمته برشه الملح ورشه الكمون، ومش هحط عصير ليمون خالص في الاول، وقلبتهم مع بعض. اي بقى اعشاب حطيتك عليه، حطيت جنزبيل وحطيت كل حاجه ممكن تتاح، وبعدين حطيتهم جوه قلب السمك. عملت منه نوعين، عملت فوق السنجاري اللي حضرتك شايفاه دلوقتي المفتوح من الظهر، وعملت جوه السمك البوري مفتوح البطن الطبيعي جدا، بس حطيت حشيت جواه وحطيت تحته شويه شرايح بطاطس وطماطم وخضار من اللي انا شوحته على النار، ونقطه زيت زيتون من فوق. كمرت بس الصينيه اللي هي فيها السمك البوري مفتوح البطن علشان يستوي معايا ويبقى الدنيا لطيفه، والسنجاري سبته زي ما هو كده مفتوح عادي في الفرن، يعني ما غطيتوش بحاجه ولا بالمنيوم ولا حاجه، وطلع زي ما حضرتك شايفه. طبعا حجم السمك بيفرق في التسويه، ده بنخلي بالنا منه قوي. انا دلوقتي بحاول بس ايه اعمل العيش، لازم يبقى كده اكوره وبعدين اخده دواير كده. عايزين تعملوه اصغر من كده مفيش مشكله، ده بياخد على الاقل ساعه ساعه ونص تخمير، وبعدين هنسيبه يخمر تاني بعد ساعه ونص تلت ساعه او 25 دقيقه تاني بعد ما احطه في الصاج اغطيه وقبل ما ادخله الفرن. طيب احنا هكمل دول واشكلهم، وهستسمع حضراتكم نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل باقي وصفاتنا. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. انا بشكل بس في الميني كايزر الصغير ده اللي معمول ب دي شوفان ودي القمح وشويه صغيرين قوي من زي الابيض. حطيت فيه بذر كتان، حطيت فيه شمر، ممكن نحط بقى بردقوش، ممكن نحط اي حاجه، يعني المنكهات دي استخدموها براحتكم جدا. وبنشتريه من بره والله من الهايبرز الكبيره، بيبقى غالي جدا، بس احنا بنعمله في البيت، وانا عارفه ان انتم بتعملوا بسم الله ما شاء الله حاجات رائعه. بعرف ده وبشوف من التطبيقات وببقى لمسه اللي عملت، ببقى شايفه هي ما شاء الله وهي من 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 شكل الطبق بتاعها بيبان. فما شاء الله عليكم ومفيش حاجه جات لي وحشه. خليني بس ايه اجمع بقيه دول. احنا بقى بعد كده هنعمل ايه؟ احنا اتفقنا هسيبه ساعه يخمر في البوله كده خلاص، ودايما ارخي، بصوا ارخي شويه البلاستيك ده الكلانفل عشان اديله مساحه، لما يخمر يديله مساحه يعلى فالعجينه تتنفخ كويس خلاص. وبعدين او فوطه مش فارقه، وبعدين هبدا ايه اخده اشكله زي ما انا عملته كده. بس بعد التشكيل ده انا المفروض اسيبه يرتاح تاني خلاص، اسيبه يرتاح شويه كمان مغطياه لمده مثلا نص ساعه تلت ساعه قبل ما ادخله الفرن. ابص هنا، بسم الله، لسه شويه. اوكي حاضر، من عيوني هنزل بس دول، وهبدا بقى ايه اعمل الكفر اللي على الوش اللي هو جاهز، عباره عن ممكن بقى اعمل ايه، بصوا كده دي بوله الدقيق، خليني اجيبها هنا، اعمل كده 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 خلاص، نفتحها كده. ومعانا ام عمرو من اسماعيليه ولا من اسكندريه؟ اسماعيليه، يا اهلا وسهلا حبيبتي، كلمتينا قبل كده ام عمرو الغاليه. قلبي ازيك عامله ايه؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي. اهلا بيكي حبيبه قلبي، وعامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، معلش البقاء لله ونعمه بالله يا حبيبتي. البقاء لله يا حبيبتي، الله يخليك يا رب، ومش يعني ما عندكيش في حاجه وحشه ابدا. امين، ولا احنا ولا انتوا يا رب، وربنا يخليكي يا ربي ويفرحك بولادك كده حبيبه قلبي. تسلمي يا رب، بعدين كلنا ليها
ونعمة بالله يا حبيبة قلبي، كلنا ليها. ونعمة بالله، انت جميلة جميلة جميلة، وانا بحبك قوي والله يا حبيبة قلبي، وانا كمان والله العظيم انا بحبك قوي يا حبيبة قلبي. تسلميلي وربنا يخليكي يا رب، دايما منورة القناة حبيبتي، وانت واللي معاكي كلهم. الله يخليك يا رب، منورة باتصالاتكم محبتكم لينا والله. الله يخليك يا والله ام عمرو الغالية، يديم عليك الصحة والعافية حبيبة قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي وخليكي لينا يا رب. امين. وسعيدة بسماع صوت حضرتك. كل سنة وانت طيبة ودايما، ولو سمحتي بالله عليك ما تخلهمش يكلمون احنا ايه نغيب كده على الانتظار. حاضر، انا بعتذر، انا قاس حقك على راسي من فوق. لا يا حبيبة قلبي، بيبقى والله الناس داخلة ورا بعض، بس احنا نقول بعد اذنك، هما مش قصدهم، بيعتذروا لحضرتك اهو. حبنا الناس كتير قوي وحبايبنا كتير، معلش بس عشان بنحبك، عشان بنحبك حبيبة قلبي. حاضر من عينيا. حاضر، واحنا هنخليهم يقولوا بعد كده علشان ايه ندي الاختيار لحضراتكم. من عينينا، ربنا يخليك. من عينينا يا فندم، وكل سنة وانت طيبة. حضرتك بألف صحة وسلامة، تؤمريش طب اي حاجة ام عمرو الغالية. سلام سلام يا حبيبتي، في حفظ الله. ربنا يخليكي، الامر لله ونعم بالله. سلام يا رب، حفظ الله. انا بحبك وبتصل بيكي حبيبة قلبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا فندم، احبك الذي احببتني فيه يا رب. شكرا جزيلا، وتحيه لكل اهل الاسماعيليه وبورسعيد وكل اللي على الساحل ده القمر، الناس الجميله الكريمه، ربنا يعزكم جميعا يا رب. انا عملت بقى بالصفار البيضة عليها نقطه من القهوه سريعه الذوبان، ممكن شويه لبن صغيرين او ممكن من غير خالص، دول كفايه. عملت الوش، هبدا بقى احط ممكن شويه سمسم كده، وممكن شويه زي ما فاكرين ما عملنا قبل كده الرولز دي، شويه حبه البركه. معانا بسمه من الغربيه، يا اهلا وسهلا بسمه. الو الو، ازيك عامله ايه؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، يا رب يجعل البسمه دايما كده على وشك دايما يا حبيبتي. ربنا يخليكي. عامله ايه بسمه جميله؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، مالكيش اي طلب؟ الكيكه بالشوكولاته. من عينيا، اقول لك دلوقتي حالا ما اقدرها حالا. ماشي، ربنا يخليك. تسلميلي يا روح قلبي، نورتيني وشرفتيني يا بسمه يا جميله. انا بحبك قوي حبيبتي، وانا والله احبك الذي احببتيني فيه يا حبيبه قلبي. سعيده بسماع صوتك. كلنا بنعزك والله يا حبيبتي، ربنا يعزكم جميعا يا رب. شكرا قوي، تحيه لكل اهلك الجمال، مامتك وباباكي، كل عيلتك الجميله. تسلميلي حبيبتي، اتفضلي روحي، حفظ الله. شكرا جزيلا. هحط العيش. احمد تعالى نزود الشوايه شويه، انت ايه الفرن ماله حبيبي؟ هنحط هنا 180 هحطه، واتفقنا لو الفرن حامي قوي عند حضرتك جاف يعني، هنحط حاجه فيها ميه سخنه تحت واخبز العيش فوق، هتدي مع البخار هتدي طراوه للعيش، مش هينشف منك، لان العيش برضو لو على درجه حراره قليله اقل من 180 مش حامي، مش هيبقى حلو يعني، مش هينجح. فخلينا ايه نقول الحاجات كلها. كيك الشوكولاته ده العيش معانا، اوكي. عايزه اقول بس كيك، احنا ممكن نحط حشو جبن، نحط حشو اي حاجه عند حضراتكم، عايزين تحشوه حشوه، عايزين تسيبوه عيش كعيش ونعمله باي حاجه ثانيه مفيش مشكله. طيب احنا الكيكه الشوكولاته، اسرع كيكه شوكولاته اللي هي 4 بيضات على 1.5 كوباية من السكر، هضربهم كويس قوي قوي مع بعض، وبعدين احط معاهم طبعا الفانيليا، وبعدين بعد ما يتضربوا السكر يبقى تمام كده، بدا يبقى بيتشرب وداب، هنزل بكوبايه من الزيت او الزبده او ميكس بين الاثنين زي ما انت عايزه، كوبايه نفس الكوبايه اللي بعاير بيها بتاعه الشاي هي نفس الكوبايه اللي هكمل بيها باقي المقادير. كوبايه هنزل وهي بتتخلط، بيتخلط معايا البيض والسكر، هنزل بالزيت خفيف وانا بضرب، وبعدين يروح خلاص مفعول الزيت، هبدا اخد كوبايه من اللبن اضيفها، وبعدين اجهز 3 كوبايات من الدقيق، المفروض هم يبقوا 3 دقيق لو كيك عادي، هحطهم 2.5 كوباية دقيق على 0.5 كوباية من الكاكاو الخام، عليه بقى 1 بيكنج باودر اللي هو ال 10 جرام، نقي نوع حلو، نوع دقيق يكون حلو، وقلبيهم على بعض وحطيهم على الكيك وضربيهم سوا، واخر حاجه لو عندك في شوكليت شيبس تحطيها وتقلبيه مع الخليط. الفرن اول ما تبداي في الكيك تسخنيه 180، هنعمل ايه؟ هبطن القالب بزيت او بزبده او باي ماده دهنيه، لكن مع كاكاو مش مع دقيق، وبعدين انفضه كده وارص فيه القالب. القالب ده يعمل صينيه كبيره زي دي، ممكن تبقى زي دي وممكن تبقى زي الصواني اللي هي 2 قالب من الانجليش كيك، 2 قالب، اديني طبق احط عليه ده. خلاص؟
وهتاخد حوالي تقريبا 40 دقيقه في الفرن، خلاص مش اقل من كده، ممكن تزيد تبقى 45 على حسب درجه حرارتك. على الشبكه في النص حراره 180. تعالى بابي، تعالى يا احمد، حط بس دول بعد اذنكم على طبق. يلا سريعا يا حماده، تسلم ايدك وعينك. اديني الشياله اللي هنا، اخد دي كده مثلا. علشان بس ايه، طبعا نقدر نعمل جنبه زي ما اتفقنا رز، نقدر نعمل جنبه ناكله بس كده بعيش زي ما حضراتكم تحبوا كده. معلش ابعد بس الخضار هنا الحته دي. بسم الله، خلاص حطهم كده ونقدم بقى السمك. اخر حاجه هحطها ايه على السمك قبل التقديم؟ نقطه من عصير الليمون اهو اهو. طلعها. بسم الله كده، وهجمل بالليمون وكده احنا خلاص تمام جدا. حاضر كده بالنسبه لكم كده كويس. خلي احمد يظبطه، احمد وانت خارج اظبط الطبق ونحط بس كمان بعد اذنك الايه الطبق اوكي. تسلم ايديك وعينيك، اظبط بقى الطبق ده بعد اذنك يا احمد، هيظبطه لكم حالا. يلا هاتوا هنا. احنا طبعا كده الحلقه بتاعتنا خلصت، وسعيده بسماع صوت حضراتكم، سعيده جدا ان انا يعني ان انتوا كده متواصلين معايا دايما، ويا رب دايما ما يحرمنيش من تواصل حضراتكم. بشكركم شكرا جزيلا، ومن هنا الحلقة جديده، اتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.